السلام عليكم، رمضان مبارك كريم. باسم الساكنه ديال عماره الجمعه منطقه يعقوب المنصور الرباط، نناشد سعاده والي جهه الرباط سالة القنيطره من اجل رفع الضرر على ساكنه عماره الجمعه، نظرا لما تعانيه من اكراهات سواء من خلال المساحات الخضراء ولا وكذلك عن طريق الازبال. كما كتشاهدوا في الصور، يعني الساكنه كتعاني من غياب الجماليه ديال المجال بالدرجه الاولى، وكذلك يعني مجموعه ديال الحشرات كتحاول ما امكن انها تعود بالضرر على الساكنه، حيت دوك الحشرات كيدخلوا لهم الديور ديالهم وكيبرطوهم. نناشد صاحب سعاده الوالي من اجل التدخل، من اجل خلق واحد المجال، واحد الجماليه، واحد الفضاء، والعنايه كذلك بالمساحات الخضراء، وخلق واحد الفضاء من اجل الترويج عن النفس، وفين يلقاو الاطفال والوليدات الصغار فين يلعبوا. الله يجازيك بخير سعاده الوالي، راه حنا كنعانيو مع هاد المساحات الخضراء، ما كاينش اهتمام، ما كاينش اللي كيقابل هاد الشيء هذا. الله يجازيك بخير سعاده الوالي، كنطالبوا المستشارين، اين هو دور المستشارين ومجلس مقاطعه يعقوب المنصور بالضبط؟ يعني غياب المنتخبين بشكل تام. الا كانوا احنا سعاده الوالي كشباب وكفاعلين جمعويين عندنا غيره على هذا الوطن، الا كانوا هاد الناس هادو ما مستعدينش انهم يقوموا بالمهام ديالهم، فاحنا كشباب نقدروا اننا نتطوعوا ونجيو نقوموا بهذه المهمات، حيت خص توفروا لنا غير تجهيزات باش نشتغلوا. مره اخرى نناشد سعاده الوالي والسلطات المحليه من اجل التدخل لصالح الساكنه كتعاني مجموعه ديال الاكراهات، يعني المساحات الخضراء ما كايناش واحد العنايه، مجموعه ديال الحشرات كتدخل على الناس الديور ديالهم، غياب واحد المجال، واحد المتنفس فين يلعبوا الوليدات. الله يجازيك بخير سعاده الوالي، نريد واحد التدخل عاجل لانقاذ ساكنه عماره الجمعه، وشكرا.